السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة العيد لانجورز سنتلو اليوم سورة مريم بمشيئة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كفها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه Yeah. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني قال स ولكن إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إن اسمي بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال رب تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم اسمع بهم وابصر يوم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتنا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا تَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا in رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس إن وَأَنَا أَنَا ورفعناه مكانا عليا أولئك فَمِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ كي يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عباد وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض صبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم ثم لنحضرن فليمدد لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرّ جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا Me. Nee. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر وتخر الجبال أدا, أدا 咱也这。